نستكمل يا شباب. التدريب رقم واحد. أسد، أسد، وأضف إليها التنوين تصير أسد. هنا أرسم دائرة حول حرف الألف في بداية الكلمة وأكتبه. الكلمة الثانية فأس، فأس، أرسم دائرة حول حرف الألف وأكتبه يا أبطال. أرسم دائرة حول حرف ألف ثم أكتبه. الكلمة الثالثة أرض، أرض في بداية الكلمة. الكلمة الرابعة أزرق، أزرق، أرسم دائرة حول الحرف ألف وأكتبه. التدريب الثاني، أقرأ الكلمات الآتية: أسد، أسد، قرأ، قرأ، رأس، رأس، أدرس، أدرس. نذهب إلى التدريب رقم ثلاثة، وأتحدث أمام صف عن مدينة من مدن بلادي. يختار كل طالب مدينة وليتكن مدينة الرياض وتحدث عنها أمام زملاء. التدريب الرابع وهو الإملاء، يتملى الطالب أصوات الحرف الطويلة والقصيرة ويكتب كلمة أنا أحب، أنا أحب. خلاص يا أبطال، هذا هو الإملاء. نذهب إلى النشاط الإثرائي، قصة الأسد والفأر. استيقظ الأسد ذات يوم غاضبا من فأر سقط على إحدى قدميه، فأمسك به الأسد وكاد أن يقتله، فاعتذر منه الفأر وقال قد تحتاج إلي فتركه. بعد أيام وقع الأسد في شباك صياد ماهر، فزأر الأسد بكل قوته وسمعه الفأر وهب لنجدته وخلصه من شباك الصياد. وانطلق الأسد وهو يقول ما أجمل التسامح والتعاون. طبعا هنا يا أبطال نركز على حرف الألف في الكلمات، ونستفيد من القصة خلق التسامح والعفو عند المقدرة، والتعاون مع أهلي ومع أصدقائي على الخير. وألقاكم في درس جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.